هو مغروم بتربية الكلاب، فباش يخبر العائلة متاعه أنه ناوي يحول هذا الغرام إلى بزنس وباش يخدم فيه. وهو أحمد كان ديما يفدلك بها الحكاية، قولهم تاو بجاه ربي كيفاش هالسارق هذايا ذكي برشا باش يصدم على مزرعة متاع تربية كلاب، كيفاش؟ ديما تاو ياكلوه الكلاب اللي باش هو يصدم زعما باش يسرقهم. ولا معروف أكثر فأكثر في وسائل التواصل الاجتماعي، ولا معروف عند مجموعة من المشاهير اللي شراو من عنده الكلاب متاعهم، ولا أكثر فأكثر معروف بأنه من الناس القلائل اللي نجموا يجيبوا كلاب دوغاس نادرة. من هول الصدمة بشبرك هو على ركيبه ما هوش بشي نجم يتمالك روحه. شنو اللي صار له؟ كيفاش صار هذا؟ وعليش كل هذه الطعنات؟ دارت العناصر الأمنية بتبحث بطريقة أخرى. يا أخي مش البو قال يظهر لي فما كلب تسرق، فما كلب ما فماش. مع إيقافه أذنت لهم النيابة العمومية بالتفتيش متاع الدار، وفي تفتيش الدار القاو سلسلة متاع كلب.